السلام عليكم الغزالات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الجليسة على حقها وطريقها، يعني منطقة ديال الأطلس المتوسط معروفة بالتدفئة، وغنوريكم الفورنو، يعني تنسميوها الفورنو، هو اللي كنشعلو فيه العواد. وهاد المناطق كلها في الأطلس معروفة بالبرد القارس، يعني من شهر 11 12 1 2 3 حتى 4 كيكون عندنا جو بارد بزاف. كتشوفوا معايا اول شيء غنشارك معكم القديسه اللي انا كنت شاركتها معكم من قبل، وريتكم الاطلاله الجديده ديالها. هانتوما كتشوفوا معايا هنا تدفئه يعني بالغاز، يعني هاد المناطق اللي ما دايرش الفرنود العواد، اغلبيه الفرنود العواد، ولكن اللي ما دايرش فرنود العواد ضروري كتكون عنده هاد التدفئه بالغاز ضروريه، لان ما تقدرش تستحمل واحد البروده قاصحة بزاف وكتفرش كل شيء. وهكا كتقول يا ربي يا ربي، كتلبس مزيان. كتشوفوا معايا هذه هي الجليسة ديالي، كنت شاركتها معكم من قبل يعني سيجور. وهنايا غادي تشوفوا معايا العود اللي كنستعملوه في التدفئة، وهو معروف باسم الكروش، كيكون على هذا الشكل. هذا عود الكروش وكي لارس، هذا هو العود اللي كيشد العافية في المدفأة ديالنا، اللي هي على الشكل التالي. خليكم معايا تشوفوا، انا غنشعل قدامكم تدفئه. وهذا كيكون هو الفرن حنا دايرينه في المطبخ، لان المطبخ دايرين فيه مطبخ وجلاس في نفس الوقت. هو ديجا كان شاعل وخليناه طفى لانني كنت مشغوله بالعشاء. وغادي نشارك معكم كذلك واحد طبق سباكيتي بلا صوص طوماط، طريقه سهله يعني مقادير ديالها بسيطه متوفره في كل بيت، وكتجي بنينه ولذيذه، والا جربتيها اكيد ما غتندميش. كتشوفوا معايا هنا كتجري داك شويه الجميرات اللي لقيتيهم في العافيه، باقيين كتجريهم للامام، كتضيفي العود بهالطريقه. هذه كنضيفوا العود ديالنا، كنديروا الكروش هو الاول، يعني انا كندخلوه للداخل، ومن بعد عاد كنديروا العود ديال لارز. انتما غتشوفوا معايا لارز هو باش كنشعلوا التدفئه ديالنا بهذا الشكل. هذا حنا في منطقه ازرو، ضروري من التدفئه صراحه. ملي كتشعل الفرن كتاخذ راحتك، ما كتحس لا بالبرد لا بتا حاجه. انا صورت لكم الكليسه، وهذا هو عود لارز، تيكون بيض يكون فيه بحال اللي داب، يعني كيشعل العافيه. بهالطريقه كنحكو جوج ديال ماطيشات طوماط، يعني ماطيشه قوقات، كتحكو جوج ماطيشات وكتبليهم على هالطريقه هادي. باش تحضري لاصوص ديالك كتجي بنينه ولذيذه على هاد الشكل. غندير معلقة ديال فلفلة حمراء، وراس معلقة ديال الإبزار، وراس معلقة ديال الكمون، وتديري زيت العود هي الأولى، يعني الزيت البلدية هي اللي كتكون كثيرة على زيت المائدة، غير واحد شوية ديال زيت المائدة فقط. تقدري تكتفي غير بزيت العود، ما ديريش كاع زيت الرومية. معلقة ديال الملح، والملون تقدري ديري اولا ديري معلقة ديال الخرقوم غير شوية. فهاد اللحظه هادي كتحكي الدريسات ديال الثوم، يعني الا كانت عندك الثوم كبيره كتكتفي بجوج دراس حتى ثلاثه، ولا كانت صغيره كديري خمسه ديال الدريسات. انا درت خمسه ديال الدريسات لان كانت عندي صغيره الثومه. كتحكيها بهذا الشكل هذا، لان الثوم هي اللي كتلذذ لينا هاد لاصوص طوماط. قد ما كتسيها كتجي بنينه. I'm not afraid to die.
كتضيفي معلقه كبيره ديال القزبر، يعني الربيع غير القزبر اللي كتستعملي، كتستعمليش المعدنوس. وكتنسمي لاصوص ديالك باش بغيتي، اما بالزعتر او لا بوراق سيدنا موسى اللي هو ورق الغار، تقدري تستعملي اللي بغيتي فيهم، يا اما الزعتر يا اما ورق الغار. لا كنتي غتستعملي ورق الغار كديري وانت كطبخي، يعني وانت كطيبي كديري هذاك الورق الغار باش يطلق النسمه ديالو، ولا كنتي غتستعملي الزعتر وعندك منقي كتخليه حتى لاخر لحظه وكتضيفيه. بهذه الطريقه هذه من بعد ما طبخات مطيشه ديالي، يعني مطيشه قوقات اللي حكيت مع ديك التتبيله اللي درت ليها، كنخليها فوق النار لمده 10 دقائق، عاد كنضيف لها جوج معالق صغار ديال مطيشه الحك او معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. بهذا الشكل غادي نمشيها في وسط لاصوص. كنستمر في التحريك حتى كتطلق ليا ديك مطيشه الحك اللي انا ضفت مزيان، وتمجز مع مطيشه طبيعيه. وعاد غادي نضيف لها نص كاس ديال الماء، هو اللي باش كنعطيها ديك المريقه ديالها، وكنخليها فوق النار تغلي مده ديال 5 دقائق على الاقل مع التحريك. كتشوفوا معايا لاصوص ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، الصراحه كتجي بنينه ولذيذه، ولا جربتيها اكيد ما غاديش تستغني عليها لانها بسيطه كتوجد في الحين. فهاد اللحظات كنكون درت البرمه ديالي تغلي، يعني غيكون الماء بدا كيغلي، وغادي نضيف ليه سباكيتي على هذا الشكل، كنقسمها الى نصفين. سباكيتي كتعرفوا دغيا كطيب، يعني يكون الماء كيغلي كتضيفي له سباكيتي، كتخليها لمده ديال 10 دقائق بالضبط، صافي كتلقايها طابت، ما تخليهاش تعجل لك، يعني تخليها واقفه شويه باش كتجي بنينه. فهاد اللحظات غادي نمشي نفروم الفروماج ديالي، يعني فروماج الحمر هو اللي غادي نستعمل للتزيين ديال الطبق ديالي، كيعطيه مذاق لذيذ وبنين. بهاد الطريقه غادي ناخذ الفروماج ديالي وغادي نحكو في الحكاكه ديال مطيشه بهذا الشكل هذا. Oh, ¿qué piensas tú cuando te digo que...
وهنا كنكون انتهيت ونفرم الفرماج. غادي نصفي سباكيتي ديالي راها طابت وغادي نضيفها على ديك لاصوص بهذا الشكل هذا. تكبيها في لاصوص ديالك وكتقطعيها فوق النار باش ديك الماء اللي كان في سباكيتي كينشف، ما خصهاش يبقى فيها الماء. كتبداي تمجي الخليط ديالك شويه بشويه حتى تدخل ديك لاصوص في السباكيتي مزيان، وهي فوق النار مهيله باش تشرب هذيك الماء ما يبقالكش. صراحة طريقة بسيطة وكتجي بنينة، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، تعليقاتكم كتهمني، شكرا للدعم ديالكم. نتمنى تجربوا طريقة ديال سباكيتي، صراحة غتجيكم رائعة وهائلة، وخليكم مع الشكل النهائي. من بعد ما وضعتها في صحن التقديم كنضيف لها من الفوق الفروماج بهذا الشكل هذا. صراحه الفروماج كيعطيها لذه وبنه، كتجي بنينه ولذيذه. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنقدم لكم الصحة والعافية، نتمنى تجربوه. تيكون هذا هو عشاتنا، غنحط العشاء ديالي فوق المائدة. صراحة بنينة ولذيذة، سهلة وبسيطة. كتشوفوا التدفئه ديالنا راها شاعله والماء كان سخون بزاف صراحه الله. وهذا هو الطبق ديالنا، بالصحه والراحه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.